رجعنا مع بعضنا مع الدريساج نتاع طاولتنا لليوم. دونك نعاود نفكركم اليوم حضرنا لكم في ليلة 27 تبسي مزيان برشا نتاع نواصر وشيف هيكل زين لنا التبسي على قواعده بالعظيمه والبصل والفلفل المقلي حاسيلو تبسي مزيان برشا. وشو حضرنا اخر احكي لي على الطاجين هذاك على خاطر عملت عليه انت كيف؟ هاي الطاجين مسوقه كما وريت قديناه بالكبده وبالحم حطينا فيه اللوبيا العظم جبن ملح بيازور وريت الطريقه كيفاش نفوحوا التختوخ كيفاش نستعملوا التختوخ باش نشكشكوا الطاجين مسوخه ويجي فيه كل كولور وكل تحميره هذيك تسكيره الحكمه انك تختار معناتها سيركل ولا فورما قد ورقه البريك تاعك وتدخل الورقات وكيتي بطبيعته يخرج مسكر كل عنتر مي هكاك مش شيرة الاخرى زاد عندنا سيركل مزيان برشا بورجواز عندنا بورجواز تعمل 66 كيف دونك شيف نبيل زاد كامل زين هنا باللي فخوي سيك دونك زينها بالبيستاش بالبوفريوه شويه بندق شويه نوا اش قولك شيف كان نشوفوا لي كوش على خاطر هي العمده نتاع البورجواز باش نشوفوا الكوش نتاع النوازيت وحده اللوز وحده والفستق وحده اين نقصوها ترى شفتها شربت شحور بالكدا بالكدا تولي كومباكت تولي شاده روحها راح حط لنا ان مورسو الله 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 دونك نشوفوا لهنا لي كوش كيفاش عندنا لوطه شفت علاش قلت لك اللوز في الوسط واللوز في الوسط بالحق فينالمون طلع النوازيت والبيستاش كي تيبوا شابوا لبعضهم واللوز يعطيك الكولور هذيك البيضه المزيانه ومن الفوق البيستاش وزدنا كمان زيناها هذايا الجماعه توا يجي حتى مع العيد مع نعملوها زاد الغوسيت هذايا علاش ليه والا كان عندكم هكا موسم ليله 27 زاده تجي حاجه مزيانه برشا مع التي وبطبيعه من غير ما ننساو الشاميه للسهريه دونك هذايا كانت حلقتنا لليوم شيف هيكل انت فين تلقاو؟ جو بحذاك تريتور الحفله. جي انا بحذاكم في افراحكم في مناسباتكم تريتور الحفله واللي يحب يقرا واللي يحب يعلم ولده كوجينا ولا هو يحب يتعلم ولا شباب يحب يتعلم توسكي كويزين وباتسيري سي لاكاديمي دي شيف. لاكاديمي دي شيف وشيف نبيل وين نتعلم؟ انستيتيو سوبيريور دو فورماسيون او ميتي توريزم الحمامات. حمامات. ولو باتيسي مانزا 5 باش نقضيو ولدنا والماتيغ بروميير وقضيت العيد احنا تلقاونا ان شاء الله زاده في ملا شيف سبيسيال رمضان مازالوا لنا ايامات مع بعضنا دونك تبعوا لي غوسيت نتاعنا ونتقابلوا غدوه في نفس الوقت شهيه طيبه نسكن باي باي.